الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، من لوث فاه بالكذب والغيبة والنميمة والسباب فقد أكل لحوم الناس وولغ في أعراضهم كما تأكل الجيف وتلق في الدماء جائعات الكلاب. وكم في السنة والكتاب من الوعيد بسوء المصير والمآب لكل أفاك أثيم أو مشاء بالنميم أو مفتر كذاب. وجميع هذه الخصال مذمومة باتفاق أهل الأديان وخارجة عن الفضيلة والآداب. والمؤسف أن كثيرا من المتخلقين بها من المسلمين المؤمنين بالثواب والعقاب، وأبعد الناس عن هذه الصفات هم الكفار من المشركين وأهل الكتاب. فنبئوني أيها السامعون من الشيب والشباب، لماذا لا نعمل بتعاليم ديننا ولا نتخلق بأخلاق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد ذهب الرشد والصواب، وأصبحنا نقول ما لا نفعل ونشتغل بالقشور، وغيرنا يتمتعون باللباب. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. مجالسنا في الأسواق والأندية والقهوات ومبارز القات لا نسمع فيها إلا لغوا وتأثيما، ولا نرى فيها إلا أفاكا أثيما. فيا لها من كلمات تضج لها الأرض والسماوات سفاهة وفحشا، وألسنة تنهش الأعراض نهشا، وجوه لا تستحي وقلوب لا تخشى، ومن لم يستحي فليصنع ما يشاء. فما تنفع العظات ولا تؤثر الآيات البينات في من مات. آه على الأمهات والبنات والأخوات والزوجات من ألسنة السفهاء المستخفين بالآداب والكرامات، المتساهلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات، وقد عد منها حذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللهم ذلل جوارحنا لطاعتك تذليلا، يغفر الله لنا ولكم. الحمد لله. أيها المؤمن، أليس من العار أن نرى رجلا ذا لحية وصبحة وعمامة فتحسبه شيخا وقورا أو عالما مشهورا، حتى إذا سمعت كلامه سمعت خلاعة وبذاء وثرثرة ولآمة، والعالم قد هيأ للسباب أوراقه وأقلامه وجرد من لسانه حسامة، وأصحاب الجرائد يرسلون من الكلام سهاما، يرسلونه على المصلحين وأصحاب الكرامة، والأنذال والسفهاء يستطيلون في أعراض الفقهاء وأهل الاستقامة، تلك أشرات القيامة. فهل من توبة أو طلب للسلامة قبل حلول الندامة؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. وقال أيضا: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الربا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في رجل في عرض أخيه. ومر عليه الصلاة والسلام بقبرين جديدين فقال:
أي إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. وقال عليه الصلاة والسلام: النميمة والشتيمة والحمية في النار. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. بسم الله.